أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم الخدمات الطبية إلى 581 من المصريين العائدين والأشقاء النازحين من دولة السودان عبر ميناء سفاجة البحرية بمحافظة البحر الأحمر. وأوضحت الوزارة أنه تمت مناظرات 466 قادما من خلال عيادات الحجر الصحي بالميناء، كما تم تطعيم 114 طفلا بالطعوم المضادة لشلل الأطفال، إلى جانب تحويل حالة واحدة إلى مستشفى سفاجة العام بواسطة سيارة إسعاف مجهزة، حيث يتلقى الخدمة الطبية اللازمة وتمت إعادته مرة أخرى. وأشارت وزارة الصحة إلى تمركز 9 عيادات متنقلة في ميناء سفاجة إلى جانب 10 سيارات إسعاف مجهزة بعناية مركزة، علاوة على رفع حالة الاستعداد في المستشفيات والخدمات الإسعافية بمحافظة البحر الأحمر. Mm-hmm.